하는 슈트 그냥 뭐 사람 하는 슈트 어 아니 슈 그냥 사람 아니 그러면 그냥 사람 하는 슈트 응 그래 아 진짜 진짜 이게 스마트 라바 ما قال حد ده من حد آخر ما يعملش علاش هبلتوه هناك كي علاش هبلتوه
ذكرت الحرب العالمية كل يوم بالدنيا
Thank you.
خمس مرات كل اسبوع. Thank you.
Thank you.
كان يبدأ الماتش بقى 3 الجمعة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة لمباريات ريال 14 لنادي كوتشان بخصوصات. دائما وابدا التقدم بالسرعه. خارج الديار اليوم جمعية الحمامات تدارك الموقف في الشوط الثاني. نتذكر ببرز نتائج نقطة فارق بين النادي الافريقي وجمعية الحمامات. النادي كنت تخسر سيف 16 وقبل 14 جمعية الحمامات قبل الديار. ومكرم المهدية 15 الشوط الأول مع فريق نادي كنت بساحة الزيت. عودة للشوط الثاني. مستمعينا ومشاهدينا الكرام على أمبونس اف ام، البث الحصري من جمعية الحمامات ونادي كرجال بوكس الرسالة. التنويه على الجماهير الحاضرة والمترقبة لحمامات ومستمدة فريق نادي كرجال بوكس الرسالة. فلة من المحبين. هذا الشعار المتردد منذ قليل، سور السيف وراك الرجال. ان شاء الله زينا. عودة للشوط الثاني، الفترة الثانية من المباراة 16 مقابل 14. مباراة حماسية.
أول مسبحية لجمعية الحمامات 17-0. دخول محمد سليم بالرحمة جماعة رايسة ممتاز هذا ممتاز الالتقاط من لاعب الدائرة ياسين بن خديجة هدف رائع من لا شيء وبعفو والتعادل يحسم المباراة 17-17 34 في قلعة صعب التختيم نادي بخير بخير السيف من قسم اللعب
جدا من قايس الولد 21-19 9 دقائق لعب في الشوط الثاني الناس باقية لجمعية الحمامات هل من التدارك لأن نادي كرفات بتصرفات في هذه اللحظات مع اقصاء بدقيقتين للعب جمعية الحمامات رقم 85 الاقصاء بدقيقتين الان جمعية الحمامات منقوصة من لاعبين زوج لاعبين اقصاء بدقيقتين 9 دقائق لعب في الشوط الثاني 21-20 لجمعية الحمامات جدارة يثبت على نور كعبه قليل ممتاز حكم يقول يقول بقوة you
ياسين بن خديجة ممتاز التخطى من خارج الحارس وتسجيل الهدف الثاني بنفس الطريقة. تلاعب في النتيجة 23-22 دفاعي ملحوظ في صفوف أبناء أنور جعفري. دخول علي الدين بالرحومة صنع العاب you
25 لأصحاب الأرض يعني سمع جمعية حمامات هل يدارك نادي كرة البخصر السيد الموقف يعود في المباراة كرة البرد الحكم يقول لا
مربوط كرة لصالح نادي كفر بالفرسان عيسى الوالي فاروق برهومة خلنا لين في الموني تايم 29-28 وصلع جمعية الحمامات روك برهوم كرة للجناح ويسجل لفة تعادل 29-29
56 دقيقة لعب، 29-29، يعدل الكفة زياد المدب، والهجوم لجمعية الحمامات، ورمية 9 أمتار. نادي كوتشات خرساف منقوص من اللعب الآن، وفي وقته 30-30 جمعية الحمامات ونادي كرتاد بخصوص الصيف. الآن وقت مستقطع يطلب المدرب أنور جعفر لحظات مشوقة الآن من قاعة الحمامات 30-30. Thank you.
Yeah.